العليمي يلتقي أحمد علي، وهذا ما دار بينهما. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي على هامش زيارته وأعضاء المجلس العاصمة الإماراتية أبوظبي التي بدأها الاثنين، لتقديم العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سفير اليمن السابق لدى الإمارات أحمد علي عبد الله صالح عفاش المقيم في أبوظبي منذ منتصف العام 2013. وأفادت مصادر سياسية مرافقة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في زيارته بأن الدكتور رشاد العليمي عزى أحمد علي في استشهاد والده الرئيس سبق علي عبد الله صالح، وأبلغه بأن الانفراج وشيك بالنسبة لوضعه الراهن جراء العقوبات الدولية المفروضة عليه وعلى والده الرئيس الأسبق من لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي منذ عام 2015، موضحة أن العليمي أكد خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس القيادة طارق عفاش أن مجلس القيادة الرئاسي يدشن مرحلة جديدة عنوانها الشراكة الوطنية الواسعة والاصطفاف الوطني في مواجهة التحديات الراهنة وإنجاز مهمات استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الحرب وإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وتبعا المنطقة عموما. وذكرت المصادر السياسية أن الدكتور رشاد العليمي أوضح أن مجلس القيادة الرئاسي يسعى في الوقت الراهن إلى إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة بين جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، ويأتي في صدارة مهماتها التقدم لمجلس الأمن الدولي بطلب رفع العقوبات عن الرئيس الأسبق ونجله باعتبارها نتاج خصومات المرحلة السابقة ومكيداتها.